نور، أيام قليلة باقي لختام عام 2018 لنستقبل سنة جديدة، وكلنا أمل أنه تحمل كل الخير لأرضنا والسلام لبلدنا وأكيد النصر لجيشنا البطل. ومع نهاية هالعام بيصيروا الأشخاص بيتابعوا آخر توقعات العام الجديد وكيف حظوظهم لهالسنة، واليوم رح نتعرف عن توقعات أبراجنا مع الخبيرة بعلوم الطاقة يسرى يوسف. يسعد صباحك يسرى. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم يا رب. يسعد صباحك وكل عام وأنتي بألف خير. يمكن مع بداية كل عام دائما السؤال عند الجميع، شو مخبينا 2019 أو العام الجديد؟ خلينا نحكي هاي السنة بال 2019، شو المميز فيها أو شو المختلف رح يكون؟ سنة 2019 هي سنة الانتصار الخير على الشر. يعني شفنا خلالها السبع سنوات أو ثمان سنوات اللي إجت كان في حركة الكواكب متقلبة وكان في عنا تقلبات، لهيك كان قوى الشر تنتصر على الحق. ناس كتير تعذبت حسب الأبراج وحسب كواكبها، ولا هاي السنة هي سنة الانتصار. يعني في شوي شوي بتنزح الغمة أو الغيمة عن كل شخص من الأبراج، وطالما أنه المشتري عنا فما بنخاف، لأنه مسيرة له مسيرة كتير حلوة بكل الأبراج، فكل الأبراج لها حظوظ، بس الحظ الأقوى بيكون للقوس والأبراج النارية. لكان حابين نتعرف أكثر شو هي الأبراج الأكثر حظاً لعام 2019؟ هلأ هاي السنة مجموع احنا بناخذ مجموع بالحسابات مجموع السنة، يعني 2019 إذا بدنا نحسبها بتطلع عنا 12، بس ما بناخذ 12 حسب علم الأرقام، بنعمل 2 زائد 1 3. 3 هي الحظ الأكبر فيها، كون 3 حاكمها جوبيتير بتكون ببرج القوس، لهيك الحظوظ النارية متوزعة، يعني موزع الحظوظ عليها، بعدين الترابي، وكل واحد بياخذ حظه، وكل شخص بياخذ حسب ما بيشتغل وبيعمل. اكيد هلا بيختلف مثلا القوس من هون لشخص قاعد ببلد ثاني، او هلا الحظوظ طالما انت مرتاحه اكيد رح تاخذيها، بس قاعدين ولافين رجل على رجل ما رح ناخذها، فكل واحد حسب سعيه بياخذ الحظ تبعه. يمكن مين الاكثر عنده انفراج هالسنه؟ يمكن السنين الماضيه مرقت على الكثير من الاشخاص ضغوطات نفسيه واجتماعيه وماديه، مين اللي في عنده انفراج هالسنه؟ كل الابراج عندها انفراجات باستثناء يعني بعض حسب ما بيجي المشتري بالبيت الكذا، مثلا جاي المشتري مثلا بالقوس او بالبيت الرابع عند العقرب، او احيانا مثلا يعني طالما المشتري بالقوس هي السنه تحديدا اللي بيزوروا كل 12 سنه مره، فاكيد الحظوظ موزعه على كل الابراج. طيب خلينا نحكي مع حضرتك برج برج، يعني خلينا نفصل اكثر للمشاهدين، لانه دائما بيقولوا في ابراج اكثر حظا، في ابراج اكثر تعبا، بتكون تختلف من عام لعام. خلينا نبلش بالأبراج. يلا برج الحمل سني وانفراج على ثقافات جديدة وتوسع بالمعارف والخروج من العزلة إلى النور. برج الحمل رح يكون في صداقات، رح يتعرف على ناس جديدة، رح يكتب عنوان لسني كتير رائع، وخاصة إذا في طلاب مثلا مقصرين بشيء معين مثلا بسنة معينة، ففي انفراجات بالدراسة بالسفر بالحظوظ بالعمل، في ترقية من لأي عند اللي كان صار له 4 5 سنوات تعبان، في تحسن، في انتهاء لشيء قانوني بخصه لبرج الحمل. يعني منحذر بس شوي انه يحافظ على وضعه الاجتماعي، إذا وصل لدرجة معينة فيفضل أنه يحافظ على الشيء اللي وصل له، ما يستهتر ببعض الأمور أنه أنا خلاص يعني وصلت وما عاد بدي شيء وكذا، لا لازم يحافظ على الشيء اللي وصل له للتعب اللي تعبه. هلأ بالمال منلاقي يعني شوي شوي عم يحصل المال، بس الشهر الأول والثاني والثالث في شوية ضغوطات، ولكن الشهر الرابع وما بعد بتكون أموره ميسرة. يعني هاي السنة اسمها جمع المال عنده، بيجمع مال بالإضافة لسفر، اللي واقفي عنده أمور بتتوقع، خاصة إذا هجرة إذا سفر إذا استكمال دراسي برا البلد بيكمل دراسته وبيكون من المميزين. يعني السنة رائعة فيها نشاط كتير، بيدخل على مجتمع جديد الحمل. بعد الحمل الحمل برج الثور، أنا بقوله برج مين؟ برجي أنا. بقوله أنه ما تعتمد على الحظ كتير، اعتمد على مجهودك، بقدر ما بتكون عم تشتغل بقدر ما بتاخد نصيب.
في سلبيات عنده في ايجابيات، بس اكيد الايجابيات راح تكون اكثر من السلبيات. يعني في بيزوروا المشتري وبيكون عنده بالبيت الثامن، طالما المشتري بالبيت الثامن فما تخاف، دائما راح تكون الجيبه ملياني لمواليد برج الثور. اهم شيء المصاري. طبعا بشهر تموز بيصير شويه ضغوطات ماليه، بس بالعمل بنلاقي رائع. في شهره لاسمه، في سفر، في زواج، في شراكه، بيشتغل على شراكه. بس انا بقول له دائما اذا بدك تسعى لشراكه او تكتب شراكه فخلي يكون اوراق قانونيه مشان تضمن حقك. يعني الفترات العاطفية بنشوفها متقلبة بين الحين والآخر، بس لا بيكون من المتميزين، بيشتغل على حاله فبتزبط أموره، بيكون رائع في مجال الاستثمار، بيع شري تجارة، بنلاقيه بالأمور التجارية رائع كمان. بعد هون برج الجوزاء يلي كتير كان في عنده ضغوطات خلال الأربع سنوات. نحن بنعرف إنه الجوزاء دائما من الناس النشيطة اللي بيحب دائما انه الاجتماعات، الجو الحلو، مثلا ما بتلاقي غير اذا في حدا اثنين قاعدين في بيناتهم جوزاء ثالث، يعني بيعمل جو من المرح. سنة سعيدة رح تكون له، وبس بحذر انا مواليد الدائرة الثالثة اللي رح يكون عندهم شوية ضغوط او بنخاف عليهم من عمليات غش او احتيال، فينتبهوا اذا بدهم يدخلوا حدا على حياتهم جديد، ينتبهوا كتير كتير. يعني هلأ أنا مثلا بعرف حدا من زمان فهذا موثوق فيه، أما الناس الجديدة اللي بدهم يدخلوه على حياتهم لازم ينتبهوا كتير كتير، في تغيرات كتير رح تصير بحياتهم. أكتر الإعلاميين اللي من أبراج الجوزاء أو الشعراء أو أي حدا بيشتغل بالمجال الإعلامي رح نشوف في له شهرة وترقية بالعمل، في عنده فرص طيلة العام، بس مثل ما قلنا انه توخي الحذر من الناس اللي بيشتغل فيها جديده. يعني في شيء غموض رح يلمس او يمس شخصيته، يعني مثل حدا مثلا يفشل السر تبعه، فلازم ينتبه وما يتعامل مع حدا اذا ما كان موثوق فيه. انا بقول له في ناس لكل مواليد برج الجوزاء، في ناس رح تجي لعندك بتوب صديق، فانتبه منه وأدي أمورك بالكتمان. في عنا السرطان كمان، يلي السرطان اللي ما أخذ حظوظه السنة الماضية كانت سنة السرطان، فاللي ما أخذ حظوظه بال2018 رح يكمل مسيرته، رح ياخدها بال2019، عامل مفاجآت وتحمل مسؤوليات وعنده أسفار كتير، مشاريع هامة بين الحين والآخر منلاقيه عم يتململ إنه ما عم يزبط معي كذا، فبقول له اسعى لتزبط أمورك. يعني كل الوعود الفلكية اللي نوعدت فيها بال2018 راح تكملها لل2019، وراح يكون عندك انطلاقة رائعة، وفي معنوياتك راح تكون مرتفعة كتير. من آب وحزيران في عنده تحقيق مرابح مالية كتير كبيرة، بس في تحديد مصير بشراكة عمل أو بموضوع عاطفي بتموز آب. لهيك أكتر مواليد برج السرطان لازم يحذروا من انفصال إذا كانوا متزوجين أو مخطوبين أو بيحبوا بعض، فينتبهوا من هالشهرين آب وأيلول في شيء بيمس الوضع العائلي، فلازم ينتبهوا كتير. في عنده كمان إذا بيتعاطى مع الشيء القانوني، أوراق قانونية، لازم يكون كتير حذر من عمليات النصب والاحتيال. وإذا كان عنده شيء موقف أكيد بشهر تشرين الثاني أو آخر ثلاث شهور من السنة في شيء بيخص يعني أنه راحة من شيء، قضايا بتتعلق بمحاكم رح تكون لصالحه. برج الأسد عامل مفاجآت أكيد، برج الأسد هو صديق لبرج القوس، فهو اللي أكيد رح يعطيه فرص متتالية. كمان تعب كتير بال2018 لهيك رح يشعر بتحسن مالي بدون تعب. يعني إحنا بنشوف برج الأسد مبسوط بالمكاسب المالية اللي بدون تعب اللي بتجي، فهو عامل المال رح يكون عنده مغامرات، رح نلاقيه بجو مرح. نحن بنعرف انه كمان برج الأسد دائما من عنده اتزان، ببعد عن شيء اسمه مثلا ضحك كذا غير بأوقاته، فهي السنة لا رح يعمل هو جو من المرح لأنه رح يكون أموره مستقرة والوضع المادي كتير كويس عنده. يعني بالفعل في انفراجات عن جد عم نلاحظها بكل طبعًا الابراج. طبعا بكل باب او بكل بيت من بيوت الابراج، في بيت اول بيت ثاني اكيد رح يزوروا المشتري، لهيك رح يكون مرتاح. بس في عنده اعباء بالمشاعر،
يعني نحن بنعرف انه برج الاسد ما بيتزوج عن حب او عن مثلا عن اذا ما بيحكم عقله. عنده تحكيم العقل هاي السنه رح يكون بالامور العاطفيه كثير، عنده احلام وانجازات، علاقاته الاجتماعيه بتتوسع، ويعني شويه تقلبات على نص السنه. ربيع بيكون الربيع فعلا انه الربيع اللي عنده تزدهر اموره بالحظ والنصيب، وكمان رح يكون عنده دعم وتفاهم في شراكات. كمان شراكات كثير رح يكون محظوظ فيها. هلا بنجي على برج العذراء، كمان البرج اللي كثير ما بيحب الانتقاد واللي كثير تعب خلال هالست سنوات، رح نلاقيه ببيته. في امور عم تشغله ببيته، يعني في حظ. الحظ اول شيء بيشتغل على حلول مشاكل عائليه، حدا من الاولاد مثلا انه متاخر بدراسته او بده يزوجه او اي شيء، بنلاقي اكثر اهتماماته بتنصب بالمجال العائلي. لهيك بنشوفه نحن رايح جاي، عم يشيب، عم يروح، بس عنده امتلاك سياره. اكثر مواليد برج العذراء اللي برا البلد بحسوا بشعور الانتماء، يعني كثير الاسفار او العوده للوطن، مو شرط يكون مثلا انه مثلا خارج سوريا ليرجع سوريا، لا، اذا كان لبناني بيرجع لبنان، اذا كان مثلا باي دوله بحس بانتماء او حنين. بتلاقي اي مولود من برج العذراء رح يرجع على وطنه، رح يكون عنده فرص جديده متابعه. انا بقول له لا تخاف من السقوط اللي كان بالاول، لا، لانه رح يتعدى، وعندك حظوظ كثير كبيره، رح توقع على اوراق، ورح يكون عنده شراكات، رح يعمل انتفاضه بحياته. الانتفاضه رح يصحح كثير اخطاء كانت بالاعوام السابقه. بس بشكل عام انه عنده نصر كثير كبير بالحياه العاطفيه. الميزان، يلي الميزان كمان اللي دائما نشهد انه في تقلبات، نحن بنقول برج الميزان مثل الميزان، كفي كفي طالعه كفي نازله. عنده حياته بتكون ممتلئه بالحركه، بتدعمه الكواكب. سنه الصداقات يلي عم يطلع على صداقات جديده، بيترك العزله. برج الميزان بحاله، ما كان يتعاطى مع حدا، لا، هي السنه رح تترك طابع كثير حلو، انه رح يصير عنده اطياف كثير تدخل على حياته، رح يروح يجي. بنشوفه نحن كثير نشيط لتوقيع شغل برا البلد، دائما كثير الحركه، مبتهج نحن بنحسه. في شهره لحدا بيشتغل بمجال اعلامي، كمان الابراج الهوائيه كلها، يعني كان اذا ميزان او جوزاء او دلو، رح نشوفه كثير بمجال اعلامي كثير حلو شهره. بتموز بيصير شويه خضات بالمال، بس لا، بيرجع بيوقف على رجليه من اول وجديد. كمان في عنده اورانيوس بيزوره مرتين بالسنه، لهيك دائما قبل ما يوقع بشوي بنحسه لا، وقف على رجليه من اول وجديد. يعني السنه رح يتخلص منها، من الاعباء اللي كانت تثقله، خاصه بالعائله، اذا حدا من العائله او مثلا من الرفقه كان يخفف من معنوياته، فلا، رح نلاقي شخص متزن وعم يصحح اخطاء الماضي. كمان العقرب عنده تقدم مهني، زياده من المسؤوليه، عم استقرار، عدم استقرار بس بالامور الماليه، ناجح بكل شيء بالعائله، بالمجتمع، بالصداقات، بس شويه خضات وعدم استقرار بالحياه الماليه. يعني بده يضطر للتنازل احيانا. يعني نحن بنعرف العقرب من الناس اللي اذا حكى كلمه ما بتطلع فيها، فهي السنه بده يتراجع لحتى ينتبه على امور العمل. وبالصحه؟ بالصحه رح تكون الصحه ممتازه كثير، لانه كان عم يعاني خلال السنتين ثلاثه الماضيه. لهيك رح اول ما يشوف حاله انه هو رح يغير طريقه لطريق ثاني، لا، رح ينتبه على حاله، رح يمشي بالطريق اللي نحن بنعرفه انه دائما صاحب حق وصاحب سلطه. العقرب رح يدافع عن حقه هاي السنه بشراسه، يعني اذا كان يسامحنا السنين الماضيه فهي السنه ما رح يسامحنا نهائيا. في عنده شراكات كثير حلوه بالعمل، صح في شويه خسارات، بس لا، بيحاول دائما يكون من الناس الشاطره يلي بيقتنص الفرص قبل ما تفوته. بنجي على القوس اللي المشتري فيه واللي عطينا كثير حظوظ لكل الابراج. برج القوس يلي صار له 7 سنوات تعبان، واللي كانت اموره كثير بالعائله
كان عليه دين كتير هاي السنة كلها تصحيح لمجال حياته. رح نشوفه بالمشتري، المشتري هو اللي بيحكم برج القوس، لهيك رح نشوف سنة مميزة لبرج القوس. رح يطوي صفحات الماضي، رح يبلش من جديد تصحيح لمسيرته اللي كان فيها شوية أخطاء أو أخطاء كتير بالماضي. أموره المالية ممتازة جدا، يعني أي حدا بيتعامل مع برج القوس هاي السنة في له حظوظ، حتى لو كان عقرب مع قوس، دلو مع قوس، فحتى لو بيكون بالبيت عنا قوس إذا كان الأب أو الأم أو أي ولد، فنلاقي رح يعطي حظوظ بدون تعب، وخاصة الحظوظ المالية أو الدراسي كمان إذا حدا مقصر شوي فرح يدعمه المشتري، ويعني عم ياخذ شوي شوي من حظوظنا ويعطينا، فهو معطاء كتير. عنده حلول من أول ما يفوت بالسنة، رح يكون عنده حلول. دخل بتشرين، تشرين الثاني المشتري على القوس، بس هاي السنة ببلش بتصحيح مسيرته، وخاصة إذا حدا مريض، إذا كذا عنده اكتشاف لمرضه أو اكتشاف لشيء بيعاني منه، يعني سنة مميزة، عنده تحرير فكري وطي صفحات الماضي، فسنة رائعة رح تكون للقوس. برج الجدي اللي سألتوني عليه هلأ، تحديات صعبة لوجود زحل عندك، وخاصة إذا اجتمع زحل وبلوتو، فشو رح يساوي؟ رح يكون له كتير دور كبير بتفاصيل حياتك، يعني بتكون مثلا بنكون مقررين نروح الزيارة، فلا بدنا نغير رأينا ونقعد بالبيت، لأنه هالبرجين الثقيلين رح يفرضوا علينا أمور كتير نحن بغينا عنا، وخاصة إن عنا كسوف الشمس. كسوف الشمس هاي السنة رح تحمي مولود برج الجدي. الجدي زحل دخل عليه السنة الماضية فعذبه كتير، يعني أي شيء كان يسعى له كان يجي بعد عناء وتعب كتير، ماديا صحيا معنويا بالشغل بأي شيء. فهي السنة باستثناء العشرية الأولى في تعب، للعشرية الثانية والثالثة بس نفس الشيء كمان، في له حظوظ ولكن بتعب بتجي الحظوظ. في عنده عقد عمل جديد، في عنده سفر أو شراء وامتلاك عقار، يعني لهيك بيخطط وبينفذ. باستثناء أول ثلاثة شهور في عنده أموره وعنده طاقة إيجابية كتير رائعة، يعني هالتعب اللي كان عنده من العام الماضي فيني أقول له أنا هاي السنة نصها إلك ونصها عليك، يعني أشوى من السنة الماضية. بتدعمه الكواكب كمان، وحاول يمسك العصب، مو من يعني كيف بيقولوا انه يعني ما يحاول يعظم الامور كثير، يمسك العصا من النص، لانه خاصه المواليد برج الجدي الكلمه كثير عنده بيحللها، كثير بيحلل الامور. اذا حدا عمل معنا مثلا شغلي انه ليش كذا ليش كذا، حساس كثير كثير. فهي السنه في ثقه بالنفس كثير كبيره، وفي امور راح تتحسن. عنا الدلو عنده توسيع وتالق ونجاح كثير كبير، بنشوفه بمجال اعلامي، يعني الدلو هاي السنة ما بينجح إذا ما كان بوجود أصدقاء، بوجود داعمين له. لحالك يا دلو ما رح تنجح نهائيا. صح عنده حكمة أحيانا بالأمور، في عنده تصرفات كتير، يعني بيحاول قبل ما يتخذ أي قرار بيحلل بيشوف، بس بيرجع للأكبر منه سنا. ده هيك رح نشوفه كتير عم يشتغل مع الغرباء، مع الأصدقاء، مع الجماعات هون رح تدعموا الأفلاك. رح يكون عنده انتصار بنزاع، وهالنزاع رح يكون كتير رح يمسه، لهيك رح يكون عنده قوة وحكمة لتخطي الحواجز، وعنده شهر التألقات رح يكون من الربيع وما بعد. يعني دائما منقول أول ثلاثة شهور، هي أول ثلاثة شهور بتمر فيها تعب للكل، بس شوي شوي حسب راحة الشخص أو نشاط الشخص. الحوت سنة التقدم الاجتماعي والمهني وحظ النجومي، رح نشوفه بمجال عمل كتير رائع. عنده المشتري بأعلى نقطة فلكية يلي بتخص شهرة، امتلاك عقار، أمور كانت يشتغل عليها وكان تعبان بالماضي، لهيك منشوفه نحن نشيط مهنيا. أنا بقول له ما عندك أي عائق، مثلك مثل برج القوس مدعوم بالكواكب. صح تجي الأمور متأخرة شوي، ولكن بالنهاية بيحصل على الشيء اللي بيحبه هو. يعني بيحاول مولود الحوت
بيتودد، بيفوت عليك على طريقتك على حياتك شوي شوي بالود بتجميل بكلامه، ولكن بنلاقيه من الأبراج كمان المحظوظة هاي السنة. فأنه برج بحب يكون أحسن شيء، أو أي إنسان بحب يكون عنده طاقة كتير قوي، هاي السنة سنة اللون الأورنج حسب الطاقة. اللون الأورنج اللي بيكون هو مدموج بين اللون الأبيض والأورنج نفسه، وبيكون هو نفس ألوان جوبيتير اللي هو المشتري. فأي إنسان بيحب هيك يخفف من معاناته إذا عنده طاقة سلبية أو كذا، فالأورنج كتير بيصحح حياته. بس يمكن بالمجمل في انفراج لجميع الأبراج. جميع الأبراج طبعا. يعني 4-5 سنين يمكن جميع الأبراج كان في عندها تقلبات، في عندها أشياء مصيرية كانت عم تمر بحياتها. إيه طبعا. هلأ هذا العام مثل 1998 لمن صارت عنا حروب، فهي السنة الحمد لله أنه الحروب تنتقل على محل تاني، والله لا يضر حدا يا رب ولا شعب، ولكن احنا من سوريا بتخلص من اكبر هم هو العصابات المسلحه. بتكون فيها نشاط، بيكون فيها بيقوى الاقتصاد باذن رب العالمين، بيصير وفود، بتفتح السفارات، بترجع سوريا مثل الاول واحسن باذن الله. ان شاء الله يا رب. يعني نحن بدنا نشكرك على كل التوقعات اللي قدمت لنا اياها عبر الابراج لعام 2019، وان شاء الله كل الابراج يكون عندها انفراج وحظ سعيد هالعام، ونتمنى لك كمان حظ سعيد وموفقه يا رب. وشكرا كثير لك. شكرا لكم يا رب، والله يحمي الجيش العربي السوري وسوريا يا رب، وكل عام وانتم بخير. انت بخير. كل عام وانت بخير، وشكرا كثير لك. فعلا نتمنى سنة